هل ما قامت به بريطانيا هو خروج عن مسار الولايات المتحدة الأمريكية قليلا؟ يعني كون أن هنالك مشكلة مع أسرى بريطانيين حتى هذه اللحظة، إيران لا تفرج عنهم ولا تتساهل مع بريطانيا بأي شكل من الأشكال، حتى فرنسا منزعجة من عدد من التفاصيل المتعلقة بهذا الأمر. هل بريطانيا نوعا ما خرجت عن الطريق من إدارة بايدن؟ أعتقد بالفعل هناك ازعاج بريطاني فرنسي تململ ألماني وصل أحيانا إلى الانتقاد المباشر. كانوا دائما يختفون خلف أن ترامب صدامي وأنه أناني كأمريكا أولا ولا يأخذ المصالح الأوروبية بعين الاعتبار، هكذا قالوا في ذلك الحين، وأعادوا هذه المقولة عند الانسحاب المدمر المربك المخزي الذي تم من أفغانستان، لأنه أيضا كانت المقولة وعلت صوت من فرنسا وبما في ذلك بريطانيا، حتى مساءلات تمت في مجلس العموم البريطاني أنه كيف يتم الانسحاب دون التنسيق مع الحليف. الآن أيضا بالنسبة لإيران، هذا ما يجري في التعامل مع الملف النووي الإيراني، وهنا أتفق مع بصراحة وبلا أي تحفظ أن شعار الذي رفع في الصحافة الإسرائيلية والعالمية الآن بأنه less for less، بمعنى أن النظام العالمي الآن في الآليات التي يستخدمها بايدن للأسف في قيادة العالم من الخلف، هو يريد أن يقدم أقل ولكن لأقل ما تقدمه إيران حتى مقارنة باتفاق 2015، وهذه بحد ذاتها كارثة. أعتقد أنها استفزت ليس فقط الإسرائيليين والبريطانيين وإنما أطراف أخرى.